اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بيكي استاذ صابرين، ازيك عامله ازيك ايه؟ يا حبيبتي؟ كل سنه وحضرتك طيبه وانت بالصحه والسلامه وعيد وكل سعيد قائمين على عليكي طاعتك. وعلى جميع الاسره وعلى جميع المسلمين. تسلمي يا رب يا حبيبتي، وانت بالصحه والسلامه حبيبتي، اموريني يا ما شاء حبيبتي. الله عليك. الله يخليك يا رب. عامله ايه في العيد بقى؟ عملتي الاكل بتاعنا دوت ولا جربتي طبعا حاجه من احنا عندنا من اللي عملناها في رمضان؟ طبعا احنا بنتعلم منك اساسا يا يعني. روحي كتر خيرك والله. انا بس حبيت اعمل المداخله دي واقول لك كل سنه وانت طيبه وكل سنه احنا اللي وكل متابعين برنامج امك حضرتك والله. شاكرين قوي. جميل جميل يا كلك حبيبتي، ذوق. بتعملي ايه بقى في جميل العيد؟ يا عملتي حبيبتي. الكحك بتاع العيد؟ اكيد طبعا، مش تعلمنا من حضرتك لازم نعمله. الله يخليك. على فكره انا عملته بسم الله ما شاء الله ودوقتهم وهم بقى اللي يحكوا. ما شاء الله عليكي، لا احنا متابعينك ما شاء الله عليكي، ربنا ايه رأي يوفقك يا حضرتك؟ رب ومنك انا الجديد في البرنامج الايام الجايه حضرتك ممكن تعملوا ايه؟ بمشيئة الله عندنا فقرات جديدة بإذن الله، وإن شاء الله رب تعجب السادة المشاهدين، ان ويا شاء رب الله. برنامجنا دايما ناجح بالناس القائمين عليها، فقرات الصحة والجمال اللي ورا الكاميرات ما شاء الله بنحب نشكرهم دايما في طبعا. ازدهار، بجد دايما في ازدهار، وان شاء جميل الله الكل جديد هيبهر الناس كلها بإذن الله، وان شاء الله بمشيئة قناة الله هتبقى متشافة كويس قوي، وكل خير أكيد ليكي طبعا. وللبرنامج بتاع حضرتك ان شاء الله. جميل جميل يا حبيبتي، عايزة كل بقى سنة اي وانت وصفة؟ طيبة. عايزة اي وصفة اعملها لك؟ ايه رأيك؟ طبعا احنا عاملين يعني عايزينك تتكلمي عن الكحك والعيد، في ناس كتير ما ماشي. تعرفش الكحك تعمل. مقاديره سهله جدا، انا ممكن اتكلم تمام دلوقتي واحكي طريقته للناس تمام قبل ما نقعد.